السماء. فيام اخر مره هقول لك فيها جاهز يا فيام؟ والله العظيم جاهز، والله جاهز. اهم حاجه دلوقتي كلنا عاملين اير بلان مود للموبايل. ايوه كله تمام جاهز الحمد لله. فيام قول لي، بتعاني من فوبيا معينه؟ من فوبيا معينه؟ لا مش قوي يعني، ما عنديش فوبيا، ممكن يعني خوف كده بسيط من اللي هو اماكن ضيقه ممكن اتخنق، بس لا تمام يعني مفيش فوبيا الحمد لله. امتى بتقفل موبايلك وتبقى مش عايز تكلم حد ولا حد يكلمك؟ بعد يوم طويل قوي 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 من التصوير. لو قلت لك تغني لنا اغنيه دلوقتي لباباك. لبابا؟ حاجه بقى عن الهوا والسحاب وكده. حاجه عن الهوا؟ الهوا وقامر الهوا، يا ما قالوا على الهوا. طيب تمام، اخر حاجه اسالك سؤال ترد عليه في 3 ثواني. لو جاوبت عليه ايه وطحتيني قولي. لو جاوبت عليه صح مش هتخليك ترد. ايه قول بسرعه. قول لي 3 افلام لمصطفى عمر. 3 افلام مصطفى حريم كريم عشان الدكتور عمر. حب الاول. برافو عليك، هشوفك مره ثانيه. يلا باي باي. يلا باي باي. باي باي. لسه الحماس موجود. مش مصدق اللي حصل. شفت محميه محمد من فوق؟ تحفه جميله. انا اول مره اجي المحميه هنا، انا ممكن اقوم صح. انا حاسه ان رجلي مش شغاله. طيب تيام قول لي، السود عيونه اتقالت في اغنيه باباك مصطفى قمر كم مره؟ السود عيونه اتقالت يعني حوالي يعني 75 76 ونص. اوصف لي احساسك بسرعه وانت كنت طاير فوق. لا الاحساس مش طبيعي، احلى احساس في العالم بجد. المنظر رائع، انا اول مره اجي محميه راس محمد هنا بجد، احلى حاجه في العالم. انا هموت واجي اعمل دايفنج هنا اصلا. ده ايه ده؟ يا لهوي على الحلاوه. انا مش مصدق نفسي. ده ايه ده؟ يا لهوي. نجوم السماء.